شاهد فلسفي الآن توجد الشارع القدس الحراوي أمام المقهى موروكو، يعني اللي كان بعد اللي كيتهموا بعد قنوات التواصل الاجتماعي أو بعد قنوات الإلكترونية اللي كيصرحوا بأنه المقهى ديالو غير قانونية. أنا اليوم أمام المقهى ديالو هذا باش نخدم معاه التصريحات، عرفوا واش المقهى ديالو قانونية أو غير قانونية. السلام عليكم. بالنسبه للقانونيه وغير قانونيه، الوراق عندي تثبت انها قانونيه ديال هذا الشيء اللي بالنسبه للقانونيه وقانونيه، الوراق تثبت انني راه قانوني، وانا ما امتنعتش على السلطات المحليه اللي قررت السلطات المحليه مرحبا والف مرحبا. انا ما قلت لهم حتى شي حاجه، الا بغاو شي حاجه داك الشيء باش تبقى تعاون منا في خدمه الوطن. الا انا ما عنديش اشكال، انا الوراق تثبت القانونيه ديال هاد الطراز، وواحد القناه الكترونيه تتشهر بالمقهى وتتشهر بالعمال ديال المقهى، يعني الناس خارجين من المقهى مرا كبيره تدير عندي الميناج، جايه خارجه تصور فيها الناس في التواصل الاجتماعي، توصلوا بهذيك الصوره اللي صورها من القناه الكترونيه. السيده درات انها تتشهر بالسيده خدامه عندي في المقهى تتغسل الكيسان، وهادشي ماشي حشومه. وانه السيد كنا جا تشاور معايا انه واش قانوني ولا غير قانوني، غادي نوريه الوثائق تيثبتوا القانونيه ديال المقهى. من بعد انك صوتي الاوراق ديالك، لانك عندك اوراق ثبوتيه بصحه انك دير المظله. هادشي اللي كاين، حنا حيدنا، جات السلطات المحليه جات كلهم وقالوا لنا حيدوا، حيدت المظله وحيدت كل شيء. انت تلت القوانين ديال السلطات المحليه، وفاش مشيت انا ديت الوراق ديالي للجامعه المحليه تثبت انني من حقي نستغل الملكيه ديال عندي رخصه. قالوا لي، قلت لهم واش انني غادي نبقى نخلص الرخصه ديالي ولا ما نخلصش؟ قال لي لا، قال لي غادي تبقى تخلص، وانت ان عندك وراق تثبت انك راه تستغل الملك العمومي بصفه قانونيه. ها هما الوراق، الا بغي باقى فيهم المده، باقى فيهم كل شيء، بقى سرية المفعول. شو حسب التصريح ديال لا القائد ولا الناس السلطات المحليه اللي جاوا، انه كاين واحد الشركه اللي يعني حبستهم، قالت لهم تنشوفوا فين غيوقف هذاك الزف والتروطوار عاد يمكن لكم ديروا. مرحبا، يجي 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 المكلف بالشركه ولا قال لي انه راه غادي نصيبوا هنا، مرحبا، حنا تنمتثلوا القوانين ديال الدوله في صالح الدوله. انا راجل قانوني، واخا اننا تمتلكوا رخصه نتعاونوا معاهم وتيدوزوا هذاك الشيء بخير وعلى خير، حيت هذا الشيء في صالح ديالنا كاملين. هذا الاصلاحات في صالح ديال الشارع، في صالح كل شيء. يعني انت قانوني؟ قانوني الحمد لله. شو اللي بقى الان هو والتشهير ديال هذه القناه الالكترونيه، ما جات تشاورات معايا، ما جات ما قالت حتى شي حاجه، يعني جاو تيصوروا بالخفاء. وانا تنعرف الصحافه تتوصل المعلومه صحيحه، وهذا تيوصل الغلط. انا وراك تثبت لي الملكيه ديال المظله والارضيه، يعني كما كتقول دار مشاكل واحد. حنا غادي نتابعوه قانونيا. هاد القناه الالكترونيه حنا مشينا تشاورنا مع وكيل الملك وغادي نتابعوه قانونيا، حيت هاد السيد اللي دار هادشي غادي تعاقب قانونيا. اخي شيخ جميل، من خلال الحديث ديالك معنا انك تتمتثل للقوانين، الحمد لله. حنا تقول بانني راه الاشاره السلطات اي حاجه، انا راه الاشاره الحمد لله جميل، يعني كيبين ان الطيبوبه ديالك وانك تفهم. ربي يخليك، شكرا. حسب التصريحات اللي كتقول بانها التعليمات ديال الشركه اللي كتقول انه باقي، ما عنديش الاشكال في شي حاجه، انني راه يجيو يقولوا لي حيد غادي نصلحوا هنا، مرحبا، نحيد يومين ثلاث ايام اربع ايام تيدوزوا الاصلاحات ديالهم ونرجع، ما عنديش مشكل، تنخلص القوانين ديالي. الناس كاينين هنا في هذا الصف كامل من راس لراس ما تيخلصوش القوانين ديالهم، خدامين بلا اوراق بلا حتى شي حاجه، يعني راه وقال لك في هذه القناه الالكترونيه قال لك جاتهم شكايه من الناس ديال القهاوي، علاش تيشكيو انه انا غير قانوني، انا عندي اوراق تثبت هذا الشيء، وانا تنطالب بالسلطات، السلطات العامل والناس المسؤولين الكبار باش يديروا مراقبه لهاد الناس كاملين في هذا الشارع عبد القادر الصحراوي، اللي تيخلص ولا ما تيخلصش، اللي تيخلص يمارس النشاط ديالو ولا ما تيخلصش يسحبوا ليه الرخصه ديالو. شكرا.
مشاهدي القناة تانيش الآن كما كتشاهدوا يعني كما خدينا تصريحات من عند صاحب المقهى بأنه قانوني وكيخلص قوانين ديالو. مشاهد قناة نيشان الآن نكتفي بهذا البث المباشر، إلى اللقاء.